لماذا اتخذت الحكومة قرار التسليم بمفردها دون أخذ رأي الرئاسة؟ أولا هذا الأمر تسأل عنه الحكومة، لكن ما نريد أن نقوله وهذا الأمر سيصدر في بيان أو صدر في بيان منذ بعض الدقائق عن النطق الرسمي لرئاسة الجمهورية. حسب هذا البيان نحن نعتبر في رئاسة الجمهورية أن هذا القرار غير قانوني وغير شرعي ويفتح الباب أمام أزمة سياسية خطيرة في البلاد. لماذا تعتبرون هذا القرار غير شرعي؟ نحن نعتبر أن هذا القرار أولا غير شرعي بالمفهوم القانوني، لأن مسألة التسليم هذه غير مربوطة بدستور 59 الذي توقف العمل به، وإنما بمجلة الإجراءات الجزائية التي تنص على هذه الحالة في فصلها 324. هذا أولا. ثانيا نعتبر أن مسألة التسليم في مبدئها أمور اتفق عليها، ولكن المسألة تتعلق بتقييم الزمن المناسب لهذا التسليم، وبالتالي تم التسليم دون استشارة رئيس الجمهورية ودون إعلامه ودون موافقته حتما، أي دون إمضائه على هذا الأمر. فنحن نعتبر أنه شرعيا قانونيا هذا القرار غير شرعي. بالمفهوم السياسي أيضا نعتبر أنه فيه تجاوز للصلاحيات، صلاحيات السيد رئيس الحكومة، ونعتبر أنه هذا الأمر يخرج عن مبدأ التوافق ويهدد الاستقرار السياسي في البلاد، ورئاسة الجمهورية تحمل السيد رئيس الحكومة أي التبعات قد تنجر عن هذا القرار بالتسليم اليوم يوم أحد صباحا بتونس. نعم، في هذا السياق رئاسة الجمهورية إذن ترفض التسليم المحمودي البغدادي، هل يمكن أن تخلق عملية التسليم أزمة بين السياستين؟ أعتقد أن هذه الأزمة بدأت منذ علم رئاسة الجمهورية بأن التسليم تم، وعلمنا بالأمر من الإعلام، أي أنه حتى نسخة الإعلام التي أرسلها السيد رئيس الحكومة إلى رئاسة الجمهورية، وأؤكد على أن الأمر تم يوم أحد، وبلغ الديوان الرئاسي يعني حوالي الرابعة بعد الزوال. نحن نعتبر أن هذا القرار غير شرعي. نعم. أصلا، ونعتبر أنه غير شرعي بالمفهوم السياسي، لأنه يضع حد لما نراه من توافق، ويضع حد لما نعتقد أن تونس تحتاج إليه في هذه المرحلة. والاتفاق السياسي أيضا حول أن كل هذه القرارات هو أمر يحسم بالتوافق داخل الترويكا وبين الرئاسات، بالإضافة إلى ذلك، وأريد أن أصح هنا أن اللجنة التي أرسلت إلى ليبيا لم تعد أي تقرير، وإنما أنتجت محضر اجتماع، إلا إذا كان السيد رئيس اللجنة قد أصدر تقرير هذه اللجنة دون علم أعضاء اللجنة. وضح السيد عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، شكرا جزيلا لك. شكرا.